أهلا بكم. عملية اغتيال فخري زادة المعروف بأبو القنبلة النووية الإيرانية ليست الأولى من نوعها، ولكن يمكن اعتبارها بحسب المراقبين هي الأكبر والأقوى، لأنها استهدفت العقل المدبر للجهود الإيرانية السرية لتطوير أسلحة نووية. اليوم توعد الرئيس الإيراني حسن روحاني بالرد على عملية الاغتيال في الوقت المناسب، مشددا على أن بلاده لديها من الحكمة ما يمنعها من الانجرار إلى صراع أو فوضى، في حين أكد المرشد الأعلى علي خامنئي على ضرورة الرد الحتمي، ووضع قضية معاقبة المسؤولين عن الاغتيال كأولوية. من جهة أخرى، اعتبر قائد فيلق القدس اللواء قآني أن العدو لا يتجرأ على خوض حرب مع إيران، واصفا اغتيال فخري زادة بأنه آخر المحاولات اليائسة.